بينما يزداد القطاع الزراعي في العتبة العباسية المقدسة بالنمو، يزداد الإقبال عليه من قبل الأساتذة والباحثين، كونه يعد نموذجا للمحطات البحثية لما يمتاز به من مواصفات. إذ أجرى مؤخرا وفد من كلية الزراعة في جامعة ديالى بالتنسيق مع شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها زيارة إلى بعض مشاريعها واطلع عليها عن كثب. اطلعنا على مشاريع العتبة العباسية المقدسة، شفنا أنه هنالك اهتمام كبير جدا من الإدارة للعتبة، وبالرغم أنه العتبة العباسية المقدسة النظرة لها أنه هي شؤونها شؤون دينية، ولكن لاحظنا أنه هناك اهتمام جدا كبير بالقطاعات الأخرى وخاصة القطاع الزراعي. وفد من جامعة ديالى كلية الزراعة بوفد زراعي من الباحثين والاختصاصين في مجالات الزراعة، وهذه تأتي ضمن جولات التي يقومون بها عدد من المحافظات والكليات والجامعات التخصصية لزيارة مشاريع العتبة العباسية، المشاريع التخصصية اللي هي تشمل مشاريع الزراعة. جولة ميدانية أجراها الوفد في مشروعي الساقي والفردوس اللذين أسهما بقهر ظاهرة التصحر، وكذلك مساهمتهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة النخيل وبعض المحاصيل الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن باستمرار بالاعتماد على المياه الجوفية، إلى جانب زيارتهم شركة خير الجود لتكنولوجيا الزراعة الحديثة وصناعة المعقمات والمنظفات والمطهرات التي أسهمت في تطوير الصناعة العراقية والنهوض بها. بصراحة احنا شفنا اشياء هنا مسويتها العتبة، مثلا اول شيء قهر الصحراء، هاي ارض صحراء تحولت الى ارض زراعية، وهذا شيء جيد، هذا نفكر به بالمستقبل. هاي اراضي الصحراء العراقية اللي ممتدة لحدود السعودية ممكن ان تستغل بهاي الطريقة الحلوة الجميلة اللي بها نحافظ على البيئة، نحاول ننتج اراضي، ننتج اكل انه بدل ما نستورده. هذا جانب. الجانب الثاني ايضا قهرة والظروف، بصراحة هاي ظروف التربة، ظروف البيئية الموجودة في هاي المنطقة صعبة جدا، عملية قهرها أيضا مو سهلة، أن تحول إلى تربة من صحراء تراب عجاج شغلات إلى أرض زراعية حلوة مفتوحة. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تجريها الوفود من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى مشاريع العتبة العباسية المقدسة بمختلف جوانبها، كونها تميزت بالجودة واعتمادها على الكفاءة العراقية وأصبحت محط أنظار الجميع.